مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. بنتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. طبعا ان شاء الله من يوم الاثنين الجاي بدايه شهر رمضان المعظم، وبتبدا معاه مجموعه من طبعا العادات والتقاليد والاستهلاك المتزايد في شهر رمضان. سبقها طبعا مجموعه من الاعياد والمواسم المختلفه، وبعديها داخلين على شهر شوال طبعا، اللي هو بداية عيد الفطر المبارك، وربنا يعيده علينا وعلى مصر كلها بكل خير. في الفترة دي دايما بتظهر مجموعة من السلبيات في جشع بعض التجار، احتكارهم لبعض المواد الغذائية، استخدامه لتعلية الأسعار في بعض المواد خاصة في المواسم، وطبعا دي بتبقى مشكلة جديدة. جهاز حماية المستهلك يعني قوى نفسه بشكل أكبر، وجهز نفسه أنه هو يعمل طبعا ما يسمى بالضبطية القضائية بنص قانون رقم 67 لسنة 2006، وده أحكام قانون حماية المستهلك. وصرح السيد عاطف يعقوب رئيس الجهاز أنه قد حصل 19 من العاملين بالجهاز على صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث أن عدد الأفراد أصبح 51 فرد. ربما يكون العدد قليل، ولكن هذه خطوة وبداية جيدة جدا. فكرة الضبطية القضائية طبعا أن أي مواطن في أي مكان بيشتري أي حاجة، شاف مغالاة، شاف أي مشكلة، شاف اختلاف في الأسعار، بيتصل بأرقام محددة طبعا هنعرضها لكم على الشاشة، وبيطلب الأفراد وجهاز حماية المستهلك، وبيبلغ هيجيله أفراد من الضبطية القضائية، وهنحاول نوري لكم صورة عربية الضبطية القضائية بحيث إن هم يعملوا محضر ويبدأوا يتخذوا إجراءات. عشان كده سؤال حلقة النهاردة هو كالتالي، وطبعا دي حلقة مهمة نتمنى منكم التواصل والمشاركة فيها بشكل كبير، والسؤال هو كالتالي: مع اقتراب شهر رمضان، كيف ترى أهمية التعاون بين المواطنين والضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما شاركونا بأراكم ومقترحاتكم المختلفة كلها على عنوان واحد، همزة وصل إي جي، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة طبعا الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، دعوني أخرج إلى تقرير سريع أضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم أبدأ بعدها معكم التواصل. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمتابعة والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية في وزارة التموين والطب البيطري، وكل من له شأن في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك. وتجوب سيارات الضبطية القضائية لدى جهاز حماية المستهلك الأسواق، ومن يثبت تلاعبه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده في إطار استراتيجيات الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك. كما يتلقى الجهاز أيضا أي شكاوى من جانب المواطنين، سواء عن طريق الخط الساخن 19588 والصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك الذي ينفذ خطته من أجل انتشار سيارات الضبطية القضائية في المناطق التجارية وفي الأسواق وفي أماكن التجمعات، حتى تتفاعل مع المواطنين وتراقب الأسواق بهدف ضبط أي ممارسات سلبية مضرة بالمستهلك. طبعا تابعنا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير، وطبعا حاجة مهمة جدا شفناها في التقرير، شايفين العربيات الرمادي اللي عليها شعار من الجنب مكتوب عليها الضبطية القضائية، وهتلاقوا حتى اللوحة بتاعت العربية مكتوب عليها ضبطية قضائية رقم لوحة العربية نفسها بالأرقام، عشان الناس تبقى عارفة يعني إيه ضبطية قضائية. ده اللي هنسأله، ومعي عبر الهاتف الآن اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء تحياتي. تحياتي لك ولأسرة الإعداد يا أستاذ.
اهلا بحضرتك سياده اللواء. سياده اللواء، في البدايه عايزين نفهم الناس يعني ايه ضبطيه قضائيه، ايه هي السلطات الممنوحه ليهم، ازاي نتعاون معاهم، وازاي نقدم البلاغ، والخطوات يعني سريعا كده اللي بتبقى موجوده. الضبطيه القضائيه اساسا للنيابه العامه ولرجال القضاء. نعم. لكن وزير العدل من حقه ان هو يمنح الضبطية القضائية لآخرين. نعم. يعني جهاز الشرطة واخد سلطة الضبطية القضائية كاملة، ممكن وزير العدل يدي سلطة الضبطية القضائية لبعض الجهات زي الشهر العقاري، زي حاليا الجماعة بتوع حماية المستهلك. حماية المستهلك على رأيك دول صدر لهم قرار بالضبطية القضائية في هذا الموضوع. يعني ايه الضبطية القضائية؟ يعني يمارس سلطة الضبط واعداد محضرا بالنتيجة. يعني يدخل يفتش ويتابع ويعمل الضبط. لا، الضبطية القضائية حسب نوع. يعني ضابط الشرطة له حق الضبط والتفتيش والتتبع وكده، انما الضبطيه القضائيه بالنسبه للمستهلك ان هو حمايه المستهلك، ان انا ادخل المكان واشوف التسعيره واشوف نوعيه الحاجه اللي معروضه، او اذا كان هو مخالف في اشياء معينه او بيغالب الاسعار او بيخالف الشروط اللي هي محدده للبيع. نعم. طيب احنا عندنا جهتين كده بتتعامل معاهم الضبطية القضائية، جهة مثلا صاحب محل وجهة اللي هي المواطن، والاثنين مواطنين طبعا، بس هو صاحب المحل اللي هو صاحب المنشأة او السوبر ماركت او معرض الملابس او اي حاجة، ازاي اتعامل مع افراد الضبطية القضائية، وازاي المواطن يستفيد من هذه الميزة المواطن العادي في التبليغ عن اي غش تجاري، عن اي استغلال او غيره، يبقى دي ميزة لصالح المواطن العادي ده مبلغ. نعم. ده يبقى معاه الرقم بتاع الضبطية القضائية وعارف العربية اللي هي موجودة في المنطقة او رقمها. نعم. وبيتصل فيهم ويقول لهم ان انا تعرضت لعملية غش تجاري في المحل الفلاني، او الاشياء اللي هم بيعوها حاطين عليها ماركات عالمية وهي صناعة محلية، أو الحاجة دي مغشوشة. نعم. معمولة تحت السلم، أو حاطين استيكر بتاع محلات كبرى أو ماركات عالمية إلى آخره. فمن بعد ما يتصل بتنتقل العربية وتروح للمكان وبتضبط الأشياء، بتضبط الأشياء اللي هو بلغ بيها، وبتوديها ويتعمل للمحل قضية غش تجاري أو بيع بأسعار من السعر المحدد، أو إن هو بيبيع حاجات مدعية للصلاحية إلى آخره. تمام. طيب بالنسبة لأصحاب المحلات، هل الضبطية القضائية ممكن تيجي المحل لوحده كده يقول له أنا عايز أشوف البضاعة اللي عندك، عايز أشوف الماركات اللي عندك؟ ممكن. نتعامل معاه زي المحلات برضه عشان تبقى يعني احنا بنوعي الناس. هو معاه الكارنيه، ومعاه الكارنيه بتاع الجهه والعربيه مرقمه وكده، فهو لما يوصل ويروح على المحل بيبص وبيشوف الحاجه وبيقول رايه فيها، واذا كان هو خبير في ملابس او خبير في نوعية البضاعة المعروضة، سواء كانت خاصة بالعربيات مثلا قطع غيار سيارات. حسب نوعيتها، هل هي مضروبة مثلا او مثلا كده. طب سؤال يا سيادة اللواء، هل الضبطية القضائية بيصاحبها رجال شرطة ولا بتكون لوحدهم؟ لا، هو لوحده. هو لوحده. لوحدهم بتوع حماية المستهلك، دول موظفين مدنيين، فهو بيروح لوحده بناء على خط السير او بناء على توجيه من إدارة حماية المستهلك.
المستهلك تمام بان هو او بناء على بلاغ جاي له. نعم او طيب. بناء على بلاغ طبعا. طيب ارجوك سياده اللواء ان تبقى معي. معي دكتور ايمن متولي رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار. دكتور ايمن تحياتي. مساء الخير على سعادتك المنظم وعلى ضيفك الكريم وعلى مصر كلها. اهلا بحضرتك. دكتور ايمن لازم اسالك بما ان طبعا حضرتك يعني جمعيه تمويل واستثمار وجمعيه مستثمرين، حمايه المستهلك دور هام جدا وبيتلعب بره اكتر مما بيتلعب فيه في مصر للاسف. هي بدات تتطور طبعا وده لازم نشيد بده، بس مش هي الكفايه. حتى المواطن دوره ان هو يتعاون معاهم او يستخدمهم كاداه لصالحه ما هواش قوي. اهميه جمعيات حمايه المستهلك في رايك للاستثمار وللمواطن ولغيره؟ خليني اقول لسعادتك ان سؤال سعادتك يعني اجاب عن اهم ما يخص حركه حمايه المستهلك في العالم او الكونسيومرزم زي ما بيسموها. يمكن زي ما سعادتك تفضلت واشرت، هو فعلا درجه المؤسسيه في المجتمع هي اللي بتحكم بشكل كبير وعي الجمهور ووعي الشعب باهميه مؤسسات المجتمع وكيفيه استخدامها. يعني يمكن الحركه بره وجمعيات حمايه المستهلك لما بدات في الغرب جابت حقوق ناس كتير جدا 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 وتحولت الى جهه رقابيه غير سياديه. بتجيب للناس حقوقها عن طريق اولا الاخبار ونشر الوعي عن التجار الفسده او اللي بيبيعوا حاجات ضد حق الناس. انما خليني اقول لسعادتك برضو ان النهارده مع ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالم اصبح بالفعل قريه صغيره. يعني النهارده احنا في مصر في حاجات كتير جدا سواء انماط استهلاكيه او جمعيات او حركات كانت قد تبدو بالنسبه لنا غريبه، انما النهارده انا اعرف عدد من الاصدقاء يمكن جمعيه حمايه المستهلك جابت لهم حقوق كبرى في مثلا سيارات بمئات الالاف من الجنيهات. اعرف شركات كبيره جدا جدا جدا، يمكن احدى شركات السيارات المعروفه جدا جدا جدا، خوفا من حركات حمايه المستهلك كان في شحنه سيارات تقدر بملايين. لما كان من حوالي سنتين كده حصل الثلج اللي في المينا وكده، فالسيارات دي تضررت. الشركات دي باعت السيارات دي كانها سيارات مستعمله واخبرت المستهلكين ان هناك فرق في سعر السياره عشان فيها عيب كذا. مليون جنيه بالظبط كده. وانت كنت لازم وانت بتشتريها، خلي بالك انت بتشتري حاجه لقطه. انت النهارده مثلا حاجه مثلا ب 800000 جنيه انت هتاخدها ب 600000 جنيه عشان انت عارف ان هي متصلحه. وانت عارف ان انت واخدها وكل ده خوف. من حركات حمايه المستهلك. الخطوه الاخيره اللي سعادتك بتتساءل عنها ان احنا بقى ندي الناس دي سلطه الضبطيه القضائيه. ده اللي كل الدول المحترمه اللي عندها وعي كبير بـ 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 باهميه الناس وبمصلحه الشعب بتعمله. يعني سعادتك مثلا لو حضرتك عندك جامعه او مدرسه بتخالف لوائح التعليم او بتعلم ولادنا حاجات تخالف قيمنا او تخالف المجتمع او مش مرخصه، حضرتك بتجيب موظفين وزاره التعليم تديهم صفات الضبطيه القضائيه. يعني ايه صفات الضبطيه القضائيه؟ يعني الناس دول كانهم وكلاء نيابه او شرطه او غيره. بالظبط. فيقوم الناس نازله من وزاره التعليم قافله الجامعه غير المرخصه دي او قافله المدرسه او لان في الموقف ده انت محتاج انك تدي الناس دي وان كانوا من المدنيين صفه الضبطيه القضائيه. طب اللي بيبيع لك قطع غيار تيل فرامل ولا حاجه لا قدر الله يعمل حادثه معمول تحت السلم يأثر على عمرك، اللي يبيع لأولادك أجهزة مسممة. يعني إحنا ليه دايما كل اللي في دماغنا العلامات المقلدة إن أنت عايز تلبس علامة غالية أو كده؟ لا، حماية المستهلك في حاجات مهمة جدا. صحيح. في الأغذية اللي إحنا بناكلها، الأغذية اللي أطفالنا بياكلوها، الأدوية، القطع الغيار، السيارات بالذات تلك المتعلقة بالسلامة والأمان. صحيح. في النهاية ربنا يحفظ مصر طبعا. طيب دكتور ايمن ابقى معي وانتقل لسياده اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء، زي ما دكتور ايمن قال احنا دايما لما بنتكلم على الغش التجاري دايما بيجي في بالنا التريننج ده متقلد من مش عارف من الماركه الفلانيه، الشوز ده اخد عليه ماركه فلانيه. وطبعا وان كان ده طبعا هو اهدار لحقوق
ناس اخرى والكواليتي، وانت ممكن تدفع في حاجه فلوس اكتر من حقها. لكن بنيجي عند الحاجات المهمه جدا، الغذاء. الغذاء مثلا تلاقي الناس عامله زي ما طبعا شفنا ضبط اسماك فاسده مثلا في شم النسيم، ده مهم جدا، ده كانت ناس هتتسمم وتموت. اللحوم برضو كميات لحوم كتيرة بنلاقيها، ونسمع مثلا عن لحوم الحمير الوقت اللي بقت بتتباع لأنها لحوم بقري وغيره. الكلام ده مهم لأنه بيأثر على صحة الناس. في رأيك الضبطية القضائية هتطور من خدمة الناس إزاي؟ شوف، هي الضبطية القضائية وجهاز حماية المستهلك لو مارس نشاطه كما يجب أن يكون، نعم، الممارسة مش مهم أن يبقى له ضبطية قضائية فقط، المهم أن هو يمارس دوره كما يجب، هينضبط كثيرا من السوق وهيكون مساعد للأجهزة الأخرى. تمام. بل أهم منها. طب كما يجب إزاي يا سيادة اللواء؟ كما يجب، نعم، إزاي من خبرتك؟ كما يجب يعني إزاي زي ما بتقول؟ يعني ينطلق، ما تكونش العملية مظهرية وانهم يقعدوا لغاية ما تجيلهم إخبارية أو يعني ينزل هو يفتش ويبص على البترين بالنسبة للقطع الغيار للسيارات لما حد بيشتكي، المحمول اللي هو مغشوش، كل الحاجات وكل السلع سواء كانت معمرة أو عادية هتعمل عملية انضباط قوي في السوق لو مورست كما يجب الممارسة. يعني لما نبص نلاقي قطع الغيار بتاع السيارات المغشوشة موجودة في حتت كثيرة في القاهرة أو في الإسكندرية أو في العواصم الكبرى، فنعمل إيه؟ نعمل لما تيجي حماية المستهلك يمارس دوره ويمارسه بشدة هتنقطع هذه البضاعة المغشوشة أو البضاعة اللي محطوط عليها اسم ماركات عالمية وهي ليست عالمية على الإطلاق. طيب سؤال سيادة اللواء، لازم أسألك سؤال. إحنا عندنا مثلا وزارة التموين عندها مفتشين ومعاهم ضبطية قضائية، وزارة الداخلية عندها مفتشين برضو مخصوصين بالتموين وبالأغذية وسلامة الغذاء. وأيضا هل هنا نعتبر ان هيبقى في تداخل في اختصاصات لا كل لا نوع لا ولا ده المفروض يتكاملوا مع بعض؟ لا ما فيش تداخل، نعم، بالعكس دول مكملين لبعض. ازاي؟ نفس الاتجاه. ازاي؟ ان دلوقتي المفتش بتاع حمايه المستهلك لو راح وشاف محل هيخسر مباحث التموين او مباحث حمايه المستهلك، نعم، وتقوم بتضبط الحاجة دي وتصادرها وتعمل له قضية جنائية أيضا، نعم، غير إن هو بيرد التيشيرت أو، نعم، مثلا الحاجة اللي اشتراها يعني، الحاجات اللي اشتراها أو البدلة اللي مكتوب عليها مثلا إن دي مصنوعة في الحتة الفلانية ودي كده وهي معمولة مثلا في بيت كده او في مصنع محلي الى اخره. يعني في تكامل هيبقى قوي جدا ما بين حمايه المستهلك كمتخصصين فنيين، نعم، وما بين الشرطه اللي هي بتكون، نعم، باعمال الضبط الاخرى. نعم. سياده اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخليه اسبق، انا بشكر حضرتك على وجودك معايا، وانتقل للدكتور ايمن متولي رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار. دكتور ايمن، اي مستثمر هيجي في الدنيا سواء خارجي او داخلي قبل ما يفكر ان هو يعمل، خاصه اللي بيعملوا حاجات جديده يعني وبيقدم خدمات جديده مش موجوده، لازم يفكر ازاي يحمي حقه في زي ما بنقول عليها الملكيه الفكريه. جهاز حمايه المستهلك من احد الاشياء الهامه اللي بيعملها ان هو برضه بيحمي حق المستهلكين، وبيحمي حق المستهلكين وبيحمي حق المصنعين. دكتور ايمن، المية. نعم. أولا أنا النهاردة كمستثمر أنا محتاج عدد من المتطلبات، عدد من الأشياء التي ينبغي أن تكون موجودة، لأن سعادتك عارف رأس المال جبال. طبعا طبعا. وأنا في النهاية أنا داخل سوق عشان أكسب. مصر كسوق
سوق جاذب جدا 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 نظرا لحجمه. طبعا انت بتتكلم في 104 مليون مواطن، وبالتالي فهو سوق له ثقله. صحيح. اذا كان حضرتك مش هتقدر ان انت تضبط هذا السوق من ناحية المقاومات الأساسية، من ناحية البنية الأساسية التشريعية، يعني أنا النهاردة مثلا لازم أتأكد أن المنافسة منافسة عادلة وشريفة. صحيح. أن أنا مش هخش السوق هلاقي سلع مقلدة بربع الثمن دون ضابط أو رابط، وبعدين بعد كده تستغرب أنت لما بتعمل مول ما بتلاقيش ناس بتأجر المحلات. ليه؟ طب أنا أجر محل ليه؟ صح، وادفع مبالغ كبيرة ليه وأعمل صحيح في الوقت نفسه احنا محتاجين بنية أساسية تشريعية تضمن ازاي تقدر تحول فلوسك اللي انت كسبتها دي بره، آليات للتخارج اذا سمح لك التخارج وعلى ذلك. وبالتالي فمنظمات حماية المستهلك هي بتؤدي في النهاية الى اسواق اكثر ضبطا. ان حضرتك انت النهاردة بذلت مجهود وعملت جودة عشان تخلق صورة ايمج للعلامة التجارية بتاعتك. صحيح. مش من حق حد بقى ان هو يجي بعد كده يعمل اشياء مقلده الناس تستمتع بها. بيسرق بنقولها بالبلدي كده، بيسرق مجهودك وياكل عيش عليه واسمك وصورتك طبعاً. ومنظرك ويستفيد. ده غير ان هو ممكن يضر بالعكس كمان. طيب دكتور ايمن ارجوك ابقى معي، وانضم الي الان اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك. سياده اللواء تحياتي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا انا بشكرك على وجودك معانا، ولازم نسال اهميه الضبطيه القضائيه اللي 51 من افراد جهاز حمايه المستهلك حصلوا عليها، ازاي هيستخدموها، الناس تتعاون معاهم ازاي او تستخدمهم لمصلحتهم ازاي، ويعني اديني كده معلومات تفصيليه عن الموضوع. اولا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، ويعني بدايه هو جهاز حمايه المستهلك انشاته الدوله وموجود بينفذ استراتيجية الدولة في مجال ضبط المنظومة الاستهلاكية. بنأكد أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بضبط الأسواق، تصديق سيادته على قانون جديد لحماية المستهلك 181 سنة 2018. تمام. اللي صدق على اللائحة التنفيذية للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدأت الدخول في حيز التنفيذ. الجهاز أطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية تبقى موجودة في الشوارع المناطق التجارية في الأسواق، رسالة للمواطنين بالقرب من المواطن، رسالة للتاجر أنه لابد أن يلتزم بالقانون وبمنظمة. دي إجراءات غير تقليدية جديدة بتأخذها الدولة، وطبعا الجهاز بيقوم بدوره بالتنسيق مع كل اجهزه الدوله المعنيه. طبعا وفي خدمات جديده انتوا اطلقتوها، هي خدمه الواتساب، الارقام احنا حاطينها على الشاشه الان، رقم 012-81-66-18-80 ورقم المختصر 19-588 واحنا حاطينهم على الشاشه. وعرضنا طبعا صوره عربيات الضبطيه القضائيه، لو في الكنترول برضو نقدر نعرضها تاني يبقى كويس. لخدمة الواتساب دي المواطن رقيب، خدمة جديدة متاحة لكل أهالينا في كل مكان على مدار الساعة. نعم. أي حد عنده أي شكوى، عنده أي معلومة بأي ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، الجهاز يتلقى الاتصال. طيب سيادة اللي هو أنا عايز بقى خطوات عملية. أنا مواطن دلوقتي، رحت مكان لقيته حاطط حاجة أغلى من الحاجة، اصل برضو فكرة ان احنا عندنا سوق مفتوح، يعني عشان انا اقول اصل ما عنديش تسعيرة مثلا معينة فهروح الاقي الزبيب هنا المفروض يبقى بكذا لقيته اغلى، ازاي انا استخدم الضبطيات القضائية لمصلحتي انا كمواطن؟ عايز منك خطوات عملية عشان الناس تستفاد. شوف يا فندم، القانون الجديد اولا عارف اقتصادات السوق زي ما حضرتك قلت، عرض وطلب. نعم. انما القانون الجديد بيلزم بالاعلان عن الاسعار. تمام. عدم الاعلان عن الاسعار في حد ذاته هو مخالفه معاقب عليها. جميل. الجهاز وعملنا اجراءات وعملنا حالنا للنيابه في وقائع خاصه بعدم الاعلان عن الاسعار. الاعلان عن الاسعار كان بينظمه الاول قرار السيد الدكتور علي مصطلح وزير التموين، واصبح منظم وفقا للقانون. تمام. القانون الاخير اللي هو بتاع 2018. القانون كان طبعا هنا برضه بأشيد بدعم الدكتور علي المصلحي. نعم. وزير التموين لمنظومه حمايه المستهلك، لان في تعاون تام بين اجهزه الرقابه التموينيه، جهاز حمايه المستهلك، الاداره العامه لبحث التموين،
كل الطب البيطري، كل ما هو متعلق بمنظومة حماية المستهلك وصحته وسلامته بيتم في إطار تنسيقي تمام. طبعا احنا بنعرض الآن طبعا دي صورة السيارات الضبطية القضائية، سيارة رمادي عليها شعار الضبطية القضائية من الجانب، وحتى أرقامها مكتوب عليها ضبطية قضائية، وعليها طبعا زي سيارات الشرطة عشان بس برضو الناس يبقى عارفة. في غرفة عمليات بتنسق مع هذه السيارات، السيارات دي مجهزة. لو حضرتك في موقع معين بتشتكي وانت في مدينة نصر، في الجيزة، في البابة، الشكوى نفسها بتتحول مباشرة إلى السيارة اللي موجودة في نفس المكان، زي سيارات النجدة يعني. غير كده هي بتتحرك طبيعي لممارسة دورها الرقابي، هي فيها مأمور الضبطية القضائية. تمام. يعني إذا من بدون شكوى هو إذا يقدر يدخل أي محل يفتش عليه، يبص عليه. هناك مخالفة لو بصلاحياته إن هو يفتش ويضبط أي مخالفة، يتأكد من الالتزام بالإعلان عن أسعار، يتأكد من الالتزام بمنح المستهلك فاتورة شاملة في السلعة المشتراة، ده بقى التزام على التاجر ان هو يديه ان هو يظبط اي سلع مجهولة المصدر او غير مطابقة للمواصفات او يتأكد من جودتها. طب ارجع للخطوات تانية سيادة اللواء، عايز برضو الناس تستفاد من هذه الخدمة. انا دخلت محل دلوقتي اشتريت حاجة غير مطابقة او شكيت في الحاجة، اديني خطوات عملية بس عشان الناس يعني تتعامل مع هذا. آليات التواصل متاحة لكل المواطنين في كل مكان. تمام. والجهاز به مجموعة من الشباب مؤمنة تماما برسالتها وبدورها في أداء هذه الرسالة. أي حد عنده أي مخالفة، أي شكوى تتعلق بهذه المنظومة يتصل بال 19588 الرقم المختصر. تمام. أو بخدمة المواطن رقيب على الواتساب 0128 166 1880، او عبر الموبايل ابلكيشن او الموقع الجهاز. كل الاليات متاحه، واي اليه جديده نستطيع ان احنا نعملها لن نتردد لحظه ان احنا نقدمها، احنا موجودين عشان خدمه اهالينا. طب برضو انا عايز اعرف يا سياده اللواء انواع الشكوى ايه؟ يعني احنا طبعا عارفين ان الناس اشترت حاجات مثلا وطلعت بايظه، فيبلغ عشان يجيب حقه، يبلغ الاول ولا يحاول يتواصل الاول مع الشركه، مع مثلا المكان اللي هيصلح له؟ هو طبيعي هو متاح ليه ان هو يرجع للشخص اللي اشترى منه. تمام. اذا حل مشكلته، اذا هو استجاب وحل مشكلته خلاص ما فيش مشكله. خلاص. اذا لم يستجيب بيتخذ الاجراءات، بيتصل والجهاز بيتواصل، وهناك اجراءات كثيره اتعملت، وهناك حالات كثيره تم ضبطها ومخالفات تم ضبطها، والقانون واللائحه التنفيذيه بتضع ضوابط عديدة لضبط السوق. وأنا كنت حضرتك بتتكلم عن منظومة الاستثمار، قانون حماية المستهلك الجديد باللائحة التنفيذية، هي رسالة لكل العالم أن مصر دولة قوية، لها قيادة سياسية واعية في تشريع جديد، في تصديق من السيد رئيس الجمهورية على هذا القانون، بينظم الكلام ده، بيهتم بالمستثمر والسائح. احنا عملنا مطبوعات في اللغات الأجنبية، بنخاطب السائح اللي نازل، بحيث ان هو بعد كده لما يشوف الدوله فيها قانون وفيها قانون جيد لحمايه المستهلك يقدر يتحول الى مستثمر. في شاشات تفاعليه زي الاي تي ام كده ان شاء الله يعني اطلقت وهتبقى موجوده قدام المولات التجاريه، قدام المحافظات، قدام المواقع الاكثر ازدحاما، قدام في الجامعات. تمام. دي في محطه سكك حديد مصر، محطه مترو الانفاق، وهي باللغات يعني باللغه العربيه، بيدخل المواطن بيقدم فيها شكاوى يعني. ايوه تمام. بيدخل باللغه العربيه، يضع شكوته، بتسمع عندي في الجهاز، بيتم التفاعل معاه. طب لو هو اجنبي او سائح زي ما حضرتك بتقول، بيدخل باللغه الاجنبيه، بيضع شكوته، بيتلاقي في تواصل من العاملين بالجهاز. طيب. ودي برضه رساله لكل السائحين او المستثمرين. طبعا انا برضه عايز انوه عن الموقع الالكتروني للجهاز، هو www.cpa.gov.eg. تمام. ده الموقع الالكتروني. اسمح لي طيب اشاركك في نقطتين، وارجوك يعني ما تاخدهمش على ان هم نقد. طبعا انا عارف ان الجهاز بيحاول يقوم بدوره، بس خلينا نتكلم. احنا مصر 104 مليون لغايه دلوقتي، بتتكلم على 51 فرد بس عنده ضبطيه قضائيه، وانا عارف ان انتوا بتعاني جدا لان عدد العاملين عندكم مازال قليل عشان يقدروا يغطوا كل حاجه. السيارات دي هل دول كفايه؟ ايه الخطوه الجايه اللي انتوا ماشيين فيها؟ السيارات دي موجوده في انهي محافظات؟ المحافظات البعيده والنائيه
الدور الثاني، ويعني انا عايز اربط ده كله ببعضه طبعا، دور المواطن نفسه. في ناس كتيره بقى عندها سلبيه ان هو يقول لك ما انا ادخل نفسي والبياعين ما عادوش هيبيعونا وممكن يستقصدونا، بالذات في المناطق بقى البعيده والنائيه واللي عندهم بقال واحد واللي عندهم الحاجات ديت. بتقدروا تتواصلوا مع الناس ازاي ومشاكلها ازاي؟ ده اسئله مهمه جدا. يعني هو طبعا السيارات دي فكره جديده مستحدثه بدانا فيها 5 محافظات بالقاهره والجيزه وبورسعيد واسوان وشرم. بنستهدف ان التجربه تنجح ان شاء الله، وفي دعم تام من اجهزه الدوله ان احنا نطبقها على مستوى الجمهوريه. بنستهدف ان احنا بنزود كل العاملين في جهاز حمايه المستهلك حتى تغطي الخدمه كل محافظات مصر. ده في خطتنا، في تنسيق تام وفي دعم تام بين مع الاجهزه المعنيه، وبيجي لنا عناصر بشريه جديده بيتم تدريبهم والحقهم عاجلا بالمنظومه. جميل. الاساس كمان المواطن ووعيه، عليه دور كبير جدا. المواطن هو الاول، هو المواطن هو محور اهتمام الدوله. نعم. محور اهتمام السيد الرئيس والحكومه، هو ده المحور الاساسي. فبالتالي لا يمكن ان تعمل اجهزه الدوله بدون دعم المواطن ووعيه. لابد ان يكون من خلال منبر حضرتك وكل المنابر الاعلاميه والمواقع الالكترونيه والبرامج الدراميه، لابد ان احنا نخلق حاله وعي مجتمعي، وعي مجتمعي في بشان الاستهلاك الرشيد والاستهلاك العادل. تمام. يعني نقدر زي ما السيد الرئيس قال في اجتماع في اليوم العالمي للمراه، ان لما اشوف حاجه حد بيغالي في السعر او بيستغل احتياج المواطن نسيبه، ما نشتريش منه. ما نشتريش منه، صحيح صحيح. وانا ايه المانع ان انا اشتري قدر احتياجي؟ لما ابقى محتاج كيلو اشتري كيلو، ما اشتريش 5. هو حضرتك طبعا معاك حق، دي ثقافه لازم نغيرها. انا بشكرك. تمام. سياده اللواء، يعني انا بشكرك سياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، واتمنى لكم التوفيق. وطبعا زي ما امامكم ارقام جهاز حمايه المستهلك، الرقم المختصر 19588، رقم الواتساب لخدمه المواطنين، والموقع الالكتروني www.cba.gov.eg. لاي شكاوى ابعتوا صور بقى، يعني وطبعا احنا عايزين نكون برضو صريحين ونكون واقعيين مع نفسنا، اللي عنده شكوى حقيقيه يقدمها، ما تكونش اغلبها كيديه. انا بشكرك سياده اللواء راضي، ونتمنى لكم طبعا التوفيق. معايا دكتور ايمن متولي رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار. لو تحب تعقيب اخير يا دكتور ايمن. والله كل الشكر للخطاب الاعلامي المتميز لبرنامج سعادتك حسام بيه وللتلفزيون المصري اللي هو منبر اعلامي بنفتخر بيه. كل الشكر لسياده اللواء اللي اتاح من وقته ومجهوده ومشغولاته الكتير ان هو يكون يعرف ويوعي الساده المشاهدين. انا مع حضرتك في ده فعلا، وفي النهايه ربنا يحفظ مصر. انا بشكرك دكتور ايمن متولي رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل، انا بشكرك على وجودك معايا، وبرضه بعيد الشكر للواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك اللي فعلا اقتطع وقت من وقته علشان يدخل معانا ويساعدنا في هذه الرساله الاعلاميه. طبعا همزه وصل دائما مهتمين بارائكم ومقترحاتكم، ودائما انتم معنا في كل الخطوات وفي كل الاراء، وعشان كده لازم انتقل سريعا لزميلتي ياسمين القفاص اللي منتظره بقى لها فتره للاسف. معلش يا ياسمين، يعني مجموعه من التعليقات سبعين، يعني الناس بقى اراء. احنا حاولنا برضو نعرض جميع الطرق وحاولت ان انا استخلص جميع المعلومات. مساء الخير عليك يا حسين، طبعا كل سنه وانت طيب في البدايه، طيب وكل سنه وكل مشاهدينا ومتابعينا بخير، بألف صحة وبخير دايما إن شاء الله. هكون معاكم ياسمين القفاص، هتابع مع حضراتكم كل ما ورد من تعليقات على موضوع حلقة النهاردة. خلينا نبدأ مع بعض مع حضراتكم بأول تعليق، وهو من حسام أبو باشا بيقول: مبدئيا خطوة على الطريق الصحيح على أرض الواقع، لأن في الأول كنا بنتصل بالتليفون بنقدم شكوى وبتاخد وقت، إنما في وجود سيارة لضبطية القضائية البائع الفاسد هيعرف إنه مهدد بالقبض عليه في الحال، فأعتقد إنها خدمة فعالة وملموسة بشكل قوي. أشكرك حسام. أروح لتعليق آخر لأستاذ سيد محمود سلطان اللي بيقول: أرجو إدخال أخصائي التغذية بالمدن الجامعية وإعطائهم فرصة للمشاركة في الضبطية القضائية، بكده بنوسع دايرة الجهاز في ضبط الأسواق. تعليق آخر من أستاذ السيد سعيد بيقول: هي فكرة ممتازة من الضبطية القضائية وجهاز حماية المستهلك في انضباط الأسواق من جشع التجار اللي بيستغلوا المواطنين في ارتفاع الأسعار في خلال شهر رمضان. طبعا المواطنين في هذه الفترة بيعملوا عزايم كتير، فبالتالي التجار بيستغلوا هذا. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بشكرك شكرا جزيلا. تعليق آخر من سيد محمود سلطان اللي بيقول: أرجو أن يكون الكلام على أرض الواقع حقيقي، أنتوا بتروحوا الأماكن اللي
فيها ممكن المواطن يقدر يوصل لكم، أما المواطن البعيد محدش بيسأل فيه. طبعا أرجو أن تكون رسالتك وصلت يا سيد. طيب تعليق آخر من ناهد عبد الفتاح اللي بتقول: السلام عليكم، طبعا شهر رمضان فرصة لزيادة الأسعار اللي في الغالب ما بتنزلش بعد رمضان، لذلك أقترح موقع واتساب لبث رسائل مصورة سواء للتاجر أو المخزن مع عمل جوائز مالية رمزية، وكذلك موقع للرسائل النصية، لكن موضوع التليفون في نظري يعني لا جدوى لي لأنه في صعوبة بالتواصل والتحقق، أما الرسالة فيمكن تحويلها مباشرة على العربات وتكون لكل محافظة رقم مخصص لها وبيتم ذلك بسرعة. شكرك شكرا جزيلا يا ناهد. برضو تعليق آخر معايا من أستاذ فرحات غريب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام والأمة الإسلامية بخير. يجب من الحكومة مراقبة الأسعار لمنع جشع التجار اللي بيقوموا برفع الأسعار على المواطنين في هذا الشهر الكريم، وأيضا إنشاء حملة مكثفة لجميع أنحاء مصر لمراقبة الأسعار وأيضا محاربة هذا الجشع. طيب تعليق آخر معايا من أستاذ محمود الضوي: مع اقتراب شهر رمضان كيف ترى أهميته؟ وبيعيد السؤال مرة أخرى: في ضبط الأسواق علينا زيادة الإنتاج القومي بغزارة وجودة توفير عرض وطلب وتشجيع ثقافة شراء المنتج القومي والحد من الاستيراد السلع والمنتجات الزراعية والاعتماد على الإنتاج القومي وأيضا الاستيراد للضرورة، لأن زيادة الأسعار العالمية للخامات في فلوس وبتؤثر على المستوردين والتوزيع وسعر المستهلك، والاعتماد على الدولة للدعم وعشوائية تنظيم الأسرة صعب، ده طبعا على الحكومة. أشكرك أستاذ محمود الضوي على هذه الرسالة. طيب دعوني أنتقل أيضا إلى تعليق آخر على موضوع حلقة النهاردة. طيب دي كانت بعض التعليقات اللي وردت لنا على موضوع حلقة النهاردة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن دعوني أعود مرة أخرى لزميلي حسام عاطف. إليك حسام. أنا بشكرك يا ياسمين طبعا وعلى التعليقات اللي موجودة على الفيسبوك، وطبعا مشاركتكم هي اساس هذا البرنامج. مع اتصال اخير معي الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. استاذ محمود تحياتي. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمود. استاذ محمود، طبعا شهر رمضان والمواسم اللي احنا بنعيشها ديت مواسم جميله جدا، بس بعض الناس للاسف بتستخدمها أسوأ استغلال وبتستخدم المواطن بشكل سيء. فكرة ان احنا نطلع اغذية فاسدة زي ما شفنا ضبطيات لأسماك فاسدة، تمام، وانا بشكر طبعا اجهزة حماية المستهلك والتموين والشرطة على انهم قدروا يضبطوا هذه، لان دي لو كانت نزلت السوق كانت هتسبب حالات سيئة جدا. دخول شهر رمضان، دخول العيد، ارتفاع في اسعار المواد الغذائية، ارتفاع في اسعار الملابس، وده لمسينه. شايف ان الضبطية القضائية هتساعد ازاي على الحد من هذه المظاهر؟ اولا خليني اقول لك بامانة شديدة، الضبطية القضائية بتتعامل مع حاجة متعلقة بسلامة الغذاء، بالفاتورة، انما فيما يتعلق بالاسعار لا يمكن التعامل مع هذا الملف. هذا الملف بامانة شديدة امامه خيارين، اما ان يتحرك المواطن بنفسه او البرلمان. حتى الحكومة نفسها لا يمكنها باي حال من الاحوال التدخل في تحديد هامش طبعا، لان فكره السوق المفتوح وغيره. بس اسمح لي برضه اشاركك يا استاذ محمود في النقطه ديت، لان في دول كبيره جدا، راس ماليه كبيره جدا، تمام، عندها تحديد هامش ربح لكل نوع من انواع التجاره ولكل نوع من انواع المنتجات الغذائيه. مثلا هامش الربح فيها 25% لا يتعدى ذلك، يعني ده بتبقى الغرف التجاريه متفقه على كده. هو ده في حقيقة الأمر موجود في معظم دول العالم التي أخذت بنظام الاقتصاد الحر. صحيح. إحنا بنتمنى بأمانة شديدة أن يكون لدينا هذا الكلام، لأنه أنت لو حسبتها حسبة صحيحة الطبيعي جدا أن يبقى في عندك هامش ربح أو سقف الأرباح لا يتعدى التاجر أو المنتج أو أي حلقة من حلقات التوزيع بما لا يدير أي حلقة من الحلقات ولا المستهلك على الجانب. صحيح. أنا بقول بأمانة شديدة احنا دورنا ايه بقى؟ الرئيس لما قال لك اعملوا الحاجه اللي تغلى قطعوها كان يدرك تماما ان سلاح المقاطعه اصبح سلاحا قويا. نعم. وادى دور رائع جدا، والافضل انا من وجهه نظري ان نتحرك بهذا الشكل. نعم. انا عايز اقول لك ان الفجوه الغذائيه اللي موجوده او فجوه التسويق اللي موجوده في هذا التوقيت اللي بتسبق شهر رمضان، الدوله دخلت هذه الفجوه وسدت الفجوه دي بنسبه كبيره جدا. فكره السحب الكثيف على السلع الغذائيه سواء كان سكر او زيت او رز او الحاجات اللي الناس او اللحوم
كل ده الدوله دخلت المحافظين النهارده. لو لاحظت حضرتك احنا كنا من قيمه اربع ايام كنا بنفتتح مع محافظ الشرقيه مع معرض اهل رمضان والغرف التجاريه، يعني في ضغط على السوق بحيث ان الفجوه دي اللي بتبقى ناتجه عن ان الناس بتزود استهلاكها في السلع الغذائيه، الفجوه دي اتقفلت تماما. واتصور انه صعب جدا ان الاسعار الفتره اللي جايه دي ترتفع بالشكل. طيب خليني نتكلم على الارض برضو يا استاذ محمود، احنا انت بتكلمني برضو في محافظات كبيره، انا المشاهدين بيتفرجوا عليا في ربوع مصر كلها. خلينا في مصر، احنا الوقت لما يبقى في ناس في قريه صغيره عندهم شلة بقال واحد ولا جزار واحد، الراجل ده بيحط السعر بمزاجه عشان مثلا هو ينتقل من بلد من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة عشان يروح يجيب من معرض أهل رمضان، هيكلف تكلفة النقل وتكلفة انتقاله هو، وهو رجل بسيط. أنا بتكلم بقى بالشكل البسيط جدا، احنا عندنا قرى فقيرة جدا، الحكومة والدولة داخلة في حتت كتيرة جدا وبتبعت سيارات متنقلة في أماكن كتيرة جدا، بس احنا برضو ربوعنا كبيرة جدا وعندنا فوق المية مليون مواطن. لا خليني اقول لك انه بامانه الجمله الاخيره بتاعت العربيات دي او السيارات المتنقله دي النهارده انا يعني ببقى متحرك في محافظات كتير بلاقيها رايحه على قرى ولجوء واماكن بعيده، وخلي بالك انه الدوله حاطه ايديها فيما يتعلق بالتعاونيات. نعم انت عارف القرى بيبقى فيها هي الجمعيات التعاونيه. نعم فيها تعاونيات وتعاونيات قديمه وبرضه شغال عليها بشكل، انا بقول ان ده ممكن يبقى قصور نسبي، انما على المدى البعيد او المدى المتوسط احنا ممكن يبقى الفجوات اللي موجوده في هذه القرى تتسد، انما في خير بيتعمل، في حاجه بتتعمل ايجابيه في المرحله اللي احنا فيها دي. ممكن نتوسع في هذا الكلام في المستقبل، ممكن نتوسع لانه ده عمل خيري وعمل ايجابي. انا عايز اقول لك بامانه فكره ان انت تبيع كيلو لحمه النهارده ب 70 جنيه لحمه سوداني طازه على اعلى مستوى من الجوده، ده جهد بتعمله الدوله المصريه بالتعاون معانا احنا في مواطنون ضد الغلاء. صحيح موجود الكلام ده بنعمله في محافظات كتير. نعم زي الاهليه والشرقيه. نعم والقليوبيه خلال الاسبوع ده ان شاء الله هنفتح. ان شاء الله خلينا اقول لك ان في خير بيتعمل ان شاء الله. انا بشكرك استاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء على مشاركتك معايا، ومشاهدينا الكرام بهذا التعليق من استاذ محمود وبتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا المداخلات الاساسيه الهامه في الفقره الاولى. عرفناكم يعني ايه ضبطيه قضائيه لجهاز حمايه المستهلك، وعرفناكم ازاي تستخدموها، وارقام التليفون موجوده والموقع الالكتروني موجود. نتمنى ان كل واحد يحافظ على حقه في التبليغ عن اي غش اي حاجه هو شايفها غير مصلحته. انتهت الحلقه، وهذا هو سؤال حلقه الغد من همزه وصل، وهو كالتالي: كيف ترى الضوابط التي وضعها المجلس الاعلى للاعلام على مسلسلات رمضان هذا العام؟ بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نتمنى منكم دائما المشاركة معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي، خاصة الفيسبوك. بنقول لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.